هم طلبة بين رياضيين وغير رياضيين اختاروا اختصاص التربية البدنية والرياضية دون الاختصاصات الكلاسيكية. أنا أتلت تمدتها عن حب وباش نكمل فيها باسكو عندي طموحات باش نولي بريباراتور فيزيك في الفيوتشر. لاتونت تاعي سيكو حنكون بمستوى عالي ان شاء الله، حنخرج بان ديبلوم اللي نقدر نخدم به في التيران كسوسوا اعلام رياضي ولا تدريب. انطباعي الاولي حول هذا المعهد هو جوده التكوين وكذا المستوى العالي للاساتذه والمؤطرين. تما المعلومه اللي دينا حنايا نولوا نقدموها نبارطاجوها مع واحد اخرين نكونجيو واحد اخرين يدخلوا هنا. ولان الرياضه اصبحت متطوره وتخضع للعلوم الحديثه وهذا ما يضمنه المعهد للطلبه بين الجانب النظري والتطبيقي. والتخمين انه مجرد حركات رياضيه الى اخره، يعني هذا الانتراكشن بين هذا الجانب النظري وهذا الجانب التطبيقي هو ما يجعل هذا الطالب انه لما يتخرج بالشهاده تاعو يكون متمكن. زيتوديون كيدخلوا عندنا يقراوا شويه من كلش فيما يخص جسم الانسان، يعني كسوسوا الجانب الفيزيولوجي، الجانب البدني والجانب البسيكولوجي، دونك عندهم اناتومي، عندهم بيوشيمي، عندهم نوتريسيون، عندهم سيكولوجي، عندهم سيكولوجي دو سبور. الجانب التطبيقي هناك رياضات جماعيه ورياضات فرديه. الرياضات الجماعيه كالكره الطائره، كره اليد، كره السله، كره القدم. بالنسبه للرياضات الفرديه عندنا العاب القوى، عندنا الجيمناستيك جومباز، وعندنا الالعاب الفرديه فيما يخص العاب المصارعه. والى جانب كل الاختصاصات الرياضيه التي يضمنها المعهد فان جديد هذه السنه هو تخصص اعلام رياضي. شهادة ليسانس مزدوجة مع كلية الإعلام، سوف نعمل على تكوين مجموعة من الطلبة فيما يخص التدريب الرياضي الذين سوف ينشطون على مستوى النوادي وفي نفس الوقت سوف يتحصلون على شهادة فيما يخص الإعلام. إذن كل الإمكانات المادية والبشرية هيئت لإنجاح السنة الجامعية 2024-2025.